السلام عليكم الورد والوريدات العزاز وغاليين الحباب ديال خديجة أم البنات، مرحبا بكم وألف مرحبا حبابي وصحابي وبنياتي ووليداتي داخل المغرب خارج المغرب من تونس الجزائر جميع الدول العربية، مرحبا بكم معنا وشكرا لكم شكر كبير. المهم ما غنطولش عليكم، غندخلوا في الموضوع دغيا، ندير لكم واحد 8 دقائق. هذا الموضوع ما كنتش كاع باغيه نهضر فيه، ولكن بغيت نجاوب واحد السيده اللي ما واصلها انا حتى بشي حاجه. اشنا هو ذنبي؟ ذنبي خرجت قلت الحقيقه، خلي شويه هذا ما تبقايش تخرشي عليا. عاهدي انا غنحر راسي. الذنب ديالي اخوتي وهو انا قلت لكم السيدة مسكينة تهمات بأنها خدات الفلوس نادية وخدت خديجة، تحية لها وكنقول لكم مبروك عليك بنتي وألف مبروك والله يعطيك إن شاء الله يا ربي تبات ونبات وتولدي وليدات وبنات، الله يكمل عليك بالخير وفرحنا لك بزاف بزاف بحال فرحت لوحدة من بناتي، الله يكمل عليك. وخديجة كنقول لك اللي ما بغاكش غير مقهور من جهتك، حيت انتي صاحبة حق وصاحبة المعقول وصاحبة الصلاة والدين، اللي ما تيحط جبهته الارض هو اللي ما تيبغيش الناس الصالحين، الناس اللي تيبغيو المعقول والناس اللي صادقين ويحبهم الله ويحبب فيهم خلقه. انتي حيت محبوبة الجماهير بنتي مع البدوية وتشهرتي مع البدوية، الله يكثر خيرها ويكبر بها، ولكن الناس حبوك على الاخلاق ديالك على التربيه ديالك على الظرافه ديالك، وراني هضرت عليك البارح كتقول لك المشوطه بزاف عليك، هذيك الا كانت مشوطه حيت مسكينه في العربيه وكتخبز وكتخرج للباديه وكتشطب وكتشوف المشاغل ديالهم في الباديه. تحيه للناس ديال الباديه سمعتيني، الا كانت مشوطه هالشمس مشوطه العربيه انت راك مشوطه من عند الله. ناديه كنقول لك مبروك عليك وباركم سعود والله يحفظك من كل شر والله يكمل عليك بالخير، ومبروك لميامنا مسكينه حتى هي الله يفرحها بك والله يفرحك بوليداتك تخاوي بنيتك. انا هادشي ما كنتش غنهضر عليه وما باغاش نجبده، ولكن البارح الناس في التعليق تيقولوا لي راه تبراتفك راه تبراتفك، علاش تبري فيا اختي حيت قلت كلمه حق حيت قلت داكشي اللي شفت بعيني واش عايرتك زدت عليك شي كلمه انتي انا ما نجبدهاش وما نسميهاش، شكون انتي اش بغيتي تكوني انتي في ملك الله اللي ما تسمينيش؟ تسميني لو بغيتي تجبدي سميتي تتشلي فمك بالسمن والعسل، وانا هضرت باللطافه وهضرت بالصواب، دابا غنهضر معاك باللغه اللي كتفهمي انتي سمعتيني، انا لا لك وما توصلينيش سمعتيني ما توصلينيش، انا ماشي كنديع ونخلي ولادي مع راجلي ونسمح فيهم ونجي على قبل القناه ونجي على قبل الشر وعلى قبل البدويه، انتي بعيده بينك وبين البحر وكتجي على قبل الشر باش تبقاي تقابلي في المحاكم، ولكن حيت ما كتخسري حتى حاجه من جيبك حيت البسطام ديالك هو ناديه سمعتيني، ها الطعام ديال ميامنا بان فك هما خرجوا شوهوك، وكما قالت البدويه تحيه ليها واخا تقياي سنين سنين وانت كتقياي ما غترديش طعام ديال هادوك الناس ما غترديش الخير ديال هادوك الناس سمعتيني، تجبديني سمعتيني، وما انا ما ما ما, ما انا ما من كيفاش بغيت نقول ليها ما نطحش المستوى، انا ما غنطحش المستوى وما يشرفنيش اللي بغيت نقول ما يشرفنيش تجبديني. عرفتي علاش ما بغيتيش تجبديني؟ حيت قناتك مشهوره ومليونيه وخفتي لا تشهريني، انا مشهوره سمعتيني، ما يحصلش ليا الشرف نتجبد بداك الفم ديالك اللي ما عقلتيش حتى على الناس اللي استقبلوك ودخلوك لدارك لدارهم انتي ولادك وانتي وراجلك وتاكلي وتشربي وقال لك ما كديريش يدك في جيبك. تحيه للناس ديال الجاليه، تحيه للناس اللي كتجي وتجيب وتصيفط الصراحه، زعما اوروبا تعطات للناس اللي قلوبهم فيهم الرحمه اللي قلوبهم فيهم الخير وكيمشيو لتما
وكاين ما ينساوش خوتهم المغاربه ماشي عائلتهم كيصيفطوا علاش ما قدو ملي يجيو كيجيبوا علاش ما قدو انت اش كتجيبي كتخلص لك البي ملي تجي كتصير عليك ملي تجي كتكري لك الطوموبيل بغيت نعرف علاش علاش هادشي والكلمه اللي بغيت نعرف هي ديك الكلمه قالوها لي الناس في التعاليق وانا ما بغيتش نشد فيها حتى سمعت ناديه مع اللايف اللي داير طويل كل مره كنسمع شويه قلتي ليها في الميساج قراتو ناديه قدام العالم قلتي ليها ضحيتي بيا وخديتي ولد فلانه شرحي للناس كيفاش ضحات بك حنا كنعرفوك مره مجوجه بوليداتك هذيك صاحبتك سهل عليها الله تزوجات خصك تفرحي ليها خصك تعيطي ليها وتصلي وتعشقي والسلام الصلاه والسلام على رسول الله وتفرحي ليها وتعاونيها تقول لها بغيت انا ديري وليداتك بداو يديروا مالك يتخاواو مع مالك مسكينه عب وحدها ديك البنت الضريفه الله يحفظها لمينتها ولكن راه الناس دخلتي لهم الشك راه كلشي البارح شتيهم في التعاليق الا كنتي داخله في الصح راه كلشي كان تيقول لك اويلي صدماتنا اشنا هي ضحات بيا وخضات ولد عياده راه ما فهمتش انا هاد الكلام تيقولوا غير الرجال كيكونوا خاطبين واحد البنت اولا باغينها وهي ما بغاتهمش كيبقى فيهم الحال كيقول لك واحد الانسان كان باغي واحد الانسانه وسمحت فيه ومشات تزوجت بواحد اخر انا هاد الشيء خص الراجل اللي يقول ضحيتي بيا على قبل فلان اما امراه مصاحبه راه تي غتبقاي صاحبتها راه تي غتبقاي صاحبتها للابد غتفرحي الا فرحات غتبكي الا بكات غتقلقي الا تقلقات غتعاونيها الا تحزات ايوا خصك تخرجي تشرحي للناس راك شتي التعاليق البارح كلشي تيقول لك صدمتينا في ديك الكلمه اللي قرات ناديه امام الملا قالت لهم سمعوا اخوتي راه قالت لي ضحيتي بيا على قبل ولد عياده وتحيه العياده احنا تلاقينا بها من هذا المنبر هذا كنقول لك باركم سعود كتقولي هذيك مت فلان مت فلانات هذيك ام فلانات هذيك كتسمى خديجه ام البنات وخديجة اسم نبوي مرات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما عندكش تكتبيها في الحيط وراه انت سميتك ديك السمية سمعتيني وخديجة كيتسموا بها غير الاسم اللي اسم على مسمى اللي قلبهم حنين وكنعرفوا حنا كلشي خديجات قلبهم حنين شوفي من خديجة القلب الطيب القلب الكبير ما كيتسموش بها اللي قلوبهم حجر اللي كيطعنوا في الناس اللي دخلوا من دارهم اللي كيعضوا اليد اللي تمدت ليهم اويلي هادشي اللي قالت ناديه راه تصدم فيه العالم اخوتي اويلي على تخلص لك البيي وتجي تصرف عليك وتقدات لك تقديه وطلباتك قالت لك عيطي لدارنا هذيك المراه الشريفه ام يامنة وهذاك عزيز اللي فمو طيبه فيه البيضه ومرات عزيز وهادوك الناس اي واحد دخلوا عنده كيشرفوه كيشرفوهم الا جاوا عندي مرحبا بهم والف مرحبا هذيك المراه الطيبه ام يامنه هذيك اللي دخلت راه كتخلي البركه ديالها في الدار ودرتي الثلاجه عمراتها لك بالخضره وبالتقاديه خليتيها كليتيها وما عيطتيش للناس وجاو عندك الناس تيدقوا باش يعزيوك ولا ما نعرف لا جاو وما حليتيش عليهم تمشي وحليتي على ناديه والظلم هذا خوتي شتي هذاك الكلام اللي قالت لك خديجه انا ماشي سمعته معاه في الفيديو سمعته بودني طيب ياك شتيه طيب ياك جرى التعيه وحلف حلف بحلوفه وما مشيوش بعيد نهار مشينا باش نصالحوكم راه مسكين تخشى في الطواليط ضحى براسو تخشى في الطواليط باش ما يشوفكش ولكن ملي دخلت الشريفيه السالميه طلبت البدويه طلب حامي طلب ولكن ناديه كلشي كيطلبوا لكن ملي دخلت انا عنكتو بحال عنكت ولدي ولا خويا تلاحيت عليه وقلت ليها العار تاع السوالم سمعتيني قلت ليها العار تاع السوالم ودخلت وخرجته وهما يقولوا لي الله يمسحك كلهم دخلت
وجريته وقلت لي انا مزوقه فك هالعام، هذيك السيده راها اختكم وراها كلات طعامكم وما كاين حتى شي مشكل، وعلى قبل ناديه وخرج سي طيب على وجهي وجه البدويه. سمعتيني؟ تخشى في الطواليط فضل يبقى في الطواليط وما يشوفش، ما يشوفش فيك، ولكن دار بالوجوه ودار بالعار ديال السوالم اللي تجبدي تي بنتهم وتقولي هذيك امهم، هذيك أمة البنات، خديجة أم البنات، وتقوليها بلسان طويل وبالفور يا الشيفور، ومن كازل السوالم الشرفة الحرار، واللي حك علينا كيدي غير العار. سمعتيني؟ حصل لك شرف جبدي سميتي، ولكن ما بغيتيش تجبديها خفتي لا تشهريني. انت مشهورة، انت شهراتك البداوية بالدعوة اللي دعيتيها، انت شهراتك نادية وخديجة، انت شهرك الطيب كتباني معاه، شهراتك شهرك عزيز وناجيه ومرات عزيز. سمعتيني؟ زيدي شوفي شكون كيعيط، شكون اللي كان كيعرفك؟ فين كنتي كتباني انت؟ شكون كان حاس بك؟ ودابا كتصحابي راسك راكي قطعتي الواد ونشفو رجليك. ما تهضريش ولا كانت عندك النفس ما تجبديش ناديه وخديجه، ما تحطيش صورهم، ما تحطيش صورهم، سيري ديري المحتوى ديالك، لا عندك شي محتوى وخدمي على راسك. سمعتيني؟ وكي قالت لك ناديه لبسي شي لبس محترم، لبسي لبس كي لالياتك على الاقل. انت دايره بحال الزوفري، ملي تبغي تباني للمتتبعين باني لهم فواحد الحله نقيه وزوينه وديال العيالات، باش تباني انت، باش تباني انت. راه شتي باش كيسميوك، راه شتي باش سماك ولد امي نعيمه في الغربه. خرجي جاوبي، خرجي جاوبي ولا تبري فيه قولي اه طونسيو باقي تجبدني راه ما نصلحش لك. خرجي جاوبي سعيد، الا سميتك لالا ومراه ومزغرتين عليك خرجي جاوبي، خرجي جاوبي سعيد. هذاك هو اللي غادي يحدد لكم السرعه كلكم. شتي هذاك قد فمو قد دراعو قد جيبو. سيري خودي لي تا ونقيطات وسيري ادعيه، اجي باش ديري البوز على ظهر سعيد. هذاك هو اللي غيحدد لك السرعه، هذاك هو اللي ما غاديش يبقى يخليك تباني في اليوتيوب وما غتبقايش جبدي لالك ناديه. الليله ما طلعتك كدير لنا الخاتم، ها كدير لنا المكانه، هذيك المكانه حشومه كاع ديك اللي درتي ليها، ها هذيك المكانه كتفكرك بيا ياك حشومه. هذيك كيدير عشي راجل مع صاحبته ولا مع مرته ولا مع شي حد، حشومه كاع طيحي براسك حتى لهالدرجه وتقولي ديك الكلمه ديال ضحيتي بيا. هادي راه هادي راه تبقى نتا ورخا، ضحيتي بيا وتزوجتي بهذاك ويلي. ما بغيتيش المراه تزوج ودير وليداتها؟ ما بغيتيش المراه حتى هي قال لك ضل راجل ولا ضل حيطه؟ ها ويلي ضحكه، انت بالك مع راجلك ومع ولادك وتضحكي على الدريه؟ باغا تخليها عبده عندك؟ باغا تخليها بزطامك؟ باغا تخليها تصيفط لك في البيه وتا... انا تصدمت في ناديه، دابا عاد عرفت ناديه راها نيه، عاد عرفت ناديه راها نيه وراها بنت دارهم وراها بحالها بحال ميامنا مسكينه، ميامنا عاد ريويشه، عاد عرفت ناديه راها على نيتها. اويلي يا ناديه وما رضيتها عليك، اويلي تصيفطي ليها البورطابلات قلالين هنا، صيفطي ليها 140,000 هي كمداتك فيها. ويلي يا ناديه ويلي وما رضيتها عليك يا بنيتي، هذاك الشيء اللي كنتي ديري عليه كنت تمشي على الخيريات وتعطيه على الايتام وتعطيه للعجازك، وراه ربي نصرك وزاد طلعك الفوق، وراه انت منصوره بجهد الله. اويلي والسيده باغا تسمح وكتقول لك مسكينه، تتسمح صاحبتي وتتجرجري في ديك ناديه وتتجرجري في ديك البداويه مسكينه، وانتوما تجرجروا في ديك البداويه مسكينه. وناديه جات الشوكه فلها، ما حيلت الخوها ومرت خوها، ما حيلت الصديقه الحميمه وتجرجري. والصراحه هذوك الفلوس اللي خديتي ما خصكش تاخذيهم، فعلا قاديت نعيمه شفنجه، وشفنجه كبيره ديال حد السوالم، ماشي شفنجه صغيره بحال هكا، قاديتك خاويه. والبدويه ما تصنطتش ليا، كنت صنطت ليا والله لا ديتي ريال، والله ما كاين لا حبس ولا حتى شي حاجه. القانون راه ماشي عايق كيجي ويحكم، دليل قاطع خاص القضاء. علاش بقاو يصيفطوا فيكم يرجعوا فيكم للبوليس؟ سيروا للمحكمه، رجعوا عند البوليس، سيروا عند الوكيل، رجعوا عند البوليس.
الدعوه ملي ما كتكون خاويه ما فيها والو كيبقاو يردوا فيكم البوليس. علاش علاش بقاو يردوا فيكم البوليس؟ ولكن البدويه ما كتسمعش، كانت مسكينه عندها الضغط ضغوطات، الناس يقولوا لي عندك وراه بنتك وراه هادي وراه هادي، ولكن ماشي مشكل، هذوك الفلوس كانت مسكينه كتجمع للمحامي، صدقت كتجمع لك انت. ورا ملي خرجنا ما سمعتيش الدعاوي اللي دعاو، سمعتيش الدعاوي اللي دعاو للبدويه ولا حميد ولا حنا. الصراحه ان هذوك الفلوس اللي خديتي وضيعتيها فيهم وكلنا درنا فاتحه، ما غتاكليهمش على خاطرك، سمعتيني؟ كلنا قلنا حسبي الله ونعم الوكيل. اللي ما رحمتيش هاد المراه، ما رحمتيهاش وشاده السيده حيت عارفه قادي ديك خاويه ونادي اللي عندها ماشي عندها العامر. المهم كاين كلام، استغفر الله العظيم، كتقولي ليها ما تسمحيش تنسمحوا بجوج، حيت انتيا زيرو على زيرو، وعندنا المحامون وعندنا الناس في القانون كنسولوهم وكيقولوا لنا اشنو كاين. كيما اللي سولت على البدويه على هذيك تاعت القران، سولت على هذا الشيء وكنقولها ليها وكنعيط لها من هنا، وخليتي المراه مسكينه كتسلف وكتكلف وكتقدد وكتقولي ليها تعطينا 5 مليون، راه عندها الفلوس، راه عندها الفلوس ماشي حشومه عليك. ولا سميتك لالا وحنا، خرجي جاوبي سعيد، ولا كلكم كتبغيو تنقزوا على الحيط القصير، ولكن راكم غالطين، هذاك الحيط القصير الا قربتوا ليه هو اللي غيريب عليكم. والكلام اللي قلتي على البدويه كنت كنتسناك تغلطي، كنت كنتسناك تغلطي، ها هي قاعد تقول هالبدويه، تقول لك عطيتك 1.5 مليون، جوج نص مليون مشى للجهه الاخرى راكم عارفين، ومليون ونص خديتيه، تقول اشنو غديري؟ غتمشي تدعيها؟ داز دابا راه طالع العام وغتقولي لهم حقه راه مقابل باش نعطيها التنازل، راه شديت 1.5 مليون، راه اللي غتمشي ماشي البدويه. غادي يقولوا لك داك النهار جيتي مطلعه السلطات والبوليس والسيد وكيل الملك، وطلع هبط طلع هبط شطحي فينا، ودابا مشيتي خديتي 1.5 مليون وعطيتيها التنازل، انت اللي غتمشي فيها ماشي البدويه، ماشي البدويه. انت قلتي لي انا خسرت طياره وخسرت، ومن اللي خسر طياره مخلصها ناديه وترونسبور ناديه وطوموبيل ناديه، عطي داك 1.5 مليون ناديه، علاش خديتي انت؟ قلتي قسمتي معاه، حنا ما متيقينكش، ولكن واخا تقسمي معاه عطيها كلشي، عطيها كلشي، هي اللي كتصرف عليك، هي اللي كتصرف عليك. ها ويلي ضحكه شخلاتها البدويه، ويلي وندبتو تي شركتي خضر ويابس. ايوا المهم مبروك عليك يا ناديه، وانتي عطيتينا لورد قلتي لينا خدموا على قنواتكم، الله يعطيك الرضا ويعطيك الصحه، وحنا ما عندنا لا سباده لا عباده، عندنا الموضوع ديالك انت وديال هاد الناكرات الجميل اللي قال لك باغا تقي الطعام ديالكم. ايوا والفلوس انت غتقي الخبز المرقه اتاي الحليب اللبن سايكوك بيت داز الرفيسه الحرشه البلبوله الحريره الحسوه، ايه والفلوس اللي كانت كتخسر عليك. والله يا سي طيب الا كنا غالطين فيك وكنا كنقولوا هذا فيلم دايرو، كيقول لك حلفت بيميني اولادي حرام عليا الا باقا دخلت لداري، وسمح لينا وحنتناك على وجه ناديه، سمح لينا وعلى وجه داك الصلح اللي جريتي فيه تعييتي وما حضرتيش ليه، سمح لينا بزاف اللي حنتناك ودخلناها عليك، ما نسحبوهاش ناكرات الجميل. انا قالت لك ما تنعرفكش وما نجبدكش وما عمرني نجبدك. طرز يا وليدي طرز، ما تجبدينيش وانا ما نبغيكش تجبديني بداك الفم اللي عندك. شوفي الناس باش كيوصفوك، شوفي الناس باش كيوصفوك. جاوبي سيدك، جاوبي سيدك، راه حداك فرنسا، سمعتيني؟ راه حداك فرنسا، جاوبي. سني نعيمه بغيتي تاني ديري البزبوز، بغيتي تاني تجي تاني طالعه هابطه المحاكم باش ديري البزبوز، ايوا قرصاتك ودخلت الغار، ما عمر هذاك الشيء غيتعاود، سمعتيني؟ ما عمر هذاك الشيء غيتعاود. ودرتي البزبوز على قبل ناديه على قبل البدويه، وإلا ما حطيتيش الصاور
يلا لاك تباوسو هالبوسه في الحنك هالبوسه في الراس وباسك ناديه كانت مسكينه ما عطاش العالم الله فقاي اللي مشيتي عدو فينا بلاد قالت لك كانت عميه قالت لك ملي تشوفك تمشي تجيبك من المطار تبغي تمشي ترجعك من المطار يعني قالت لك الطبله عباد الله قالت لك تخلص طبله ديال عائلتها ب 16000 الطبله ديالها هي الليله ب 20000 ما تبغيش تجلس مع عائلتها في طبله وحده قالت لك الخبز كياكلوا تقول لها شوفي شحال كياكلوا ديال الخبز والخبز ديالهم هما اللي شارينه يا ودي يا ودي النفخه قالت لها النفخه والرقاد على الكلخه اللي شاف الطاوله وشاف النفاخ يقول لك هذه راه هاتي رشرش ملي تجي وهي ترشرش كنعرفوا الناس ديال الخارج هما اللي كيجيو يصرفوا العائله ديالنا ملي يجيو ما كيخليوناش نديروا يدينا في جيوبتنا لا في العروبيه ولا في المدينه ملي يجيو هما اللي تقداو هما اللي كيخرجونا هما اللي كيعرضوا علينا هما اللي كيديونا للبلايص المخيرين هما اللي كيسافروا بينا حنا كنرتاحوا ملي كيجيو الناس عا كنشقاو حنا عا كنشقاو نطيبوا نحطوا القضيه الداخلين علينا الديسير اللي ما عمرنا كليناه كناكلوه معاهم البلايص اللي ما عمرنا شناهم كنشوفوهم معاهم الفلوس اللي كتخسر تبارك الله كالروز الكادوات اللي كيجيو الكوليات اللي كيجيو حنا الناس ديال برا معاهم كنعيشوا في الصيف المهم بركه عليك نخلي السلسله تسناوني في الفيديو ولا لايف القادم مازال سلسلات على هاد السيده انا غندير البزبوز على ظهرها قال لك ما بغاش تجبدني لا تشهرني جاوبي سيدك سميتو سعيد جاوبي سيدك خليني انا ما عنديش البزبوز هذاك اللي جاوبتي غطلعي على ظهره باي باي عليكم وسلامه عليكم مبروك على كناديا سلام